على أن إثر الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز ومناطق أخرى بالمملكة مخلفا عددا من الضحايا أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء المجلس، نعبر عن أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لأهالي الضحايا، سائلين العلي القدير أن يلحقهم بالشهداء والصديقين وأن يشفي الجرحى وأن ينجي بلدنا من الكوارث والفواجع، إنه سميع مجيب. وأدعو الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.